خلي العيني. شكون يقطع الماء؟ حبيبي مالك؟ شكون يقطع الماء؟ ماشي انا حبيبي ديالي. واش بغيتي ندير دابا شنو نديرو؟ صافي حبيبي بلا ما تتغوت، انا غنمشي نجيب القرعه ديال الماء غسل بها وجهك من الثلاجه. وسربي سربي واش بغيتي نمشي للخدمه انا في حركه؟ سربي فينك يا منى؟ منير عتقي. نعم حبيبه تضم قطوع. والفلوس اللي عطيتك باش تخلصي بهم الظلمه فين درتيهم؟ لا حبيبي ديالي والله تخلصت الماء والضو، ما عرفت شنو واقع. يلا خوي خوي عيني 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 غادي سير للحمام هاك غسل وجهك بهادي ونمشيو نفطروا على برا، وملي نكونوا جايين من الخدمه طرقوا نشوفوا شنو كاين. يلا سربي سربي بدي حوايجك. يلا عاد شوي عليك غنمشي نفطروا برا. اي هاي 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 شحال ديال الماء كيضيع. هذا راه مابقاش دار، هذا راه ولاو طين. شحال تبدو ساكن قصر المقري الضو كلهم شاعلين. هادشي بزاف هادشي. لا بزاف. لا لا بزاف عليا بزاف. علاش انا كتغوت عليا الطريق كامله وانت كتنقول يا منير ما فهمتش؟ شرحي لي حاجه وحده، كتقولي الماء والضو خالص، شكون هذا غادي يقطعوا عليا انا؟ ما عرفتش يا حبيبي انا عرفت. الله يحضر السلام، سوليهم. واخا. ماما حبيبتي مال الماء والضو عافاكم؟ هضري على الضو وما الماء ديال ولدي. لا لا المهم الماء والضو راه ما ديال حتى شي واحد فينا. سمعوا مزيان، من اليوم الضو يتشعل مع السته وتطفى مع التسعود، فهمتوني؟ باش تحتفظوا على الطاقه والماء بالقياس. العمر مره واحده في السيمانه ويقدر يولي على 15 يوم، وداك الروبيني ما يبقاش نهار وما طال وشر، فهمتي؟ غادي نقص منه، واللي بغى يدخل للمرحاض غادي يهز الطلم داك الماء اللي كترمي الماكينه ديال الصابون ويقضي به. مفهوم؟ مفهوم أمي ما، ولكن أنا ومراتي مالين الدار نقدروا نفهموا علاش؟ لا جات على خاطركم زعما اقتصاد الطاقة. شنو؟ رينا 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 ريت تبدأ يقصح. كيفاش هاد القضية العمان مرة في السيمانة شغل أمك؟ أنت علاش كتدوي على أمي أنا بوحدها؟ دوي على أمك أنت، أصلا هي اللي دوات على العمان. ودابا شنو المعمول؟ ما عرفتش انايا، نمشيو معاهم داكشي اللي بغاو نعاونوهم نقتصدوا معاهم الطاقة. لا اختي ما باغيش انا نقتصد الطاقة، انا باغي نبردي هاد الطاقة هادي، بغيت الماء يبدا يشرشر، شغل فيها شي واحد؟ لا. ما 800 درهم ديال الماء، على حنا شنو كنديروا بهاد الماء؟ صافي ما كاين حد. زيدي اش هاد الشيء هذا؟ مالك كتعكلي فيا ما فهمتش علاش؟ مالنا حنا على هاد الشيء هذا غادي بشويه والبيلات مالنا؟ واش انا في داري ومعتقل ولا استعمار هذا دابا وين؟ حبيبي دابا انا باش كتقتلني انا علاش كتحداك فيا غير انا؟ وقول هاد الشيء ليهم هما. ياك حيت كراعي المشاعر ديال امك ما فيها ما نهزها ونحطها لكم حتى الكار. ياك اخويا شتي كتهضر على امي؟ دوي على امك انت. هي اللي دايره الفضيحه الكبيره جايه خلط عليا من طنجه حتى لهنايا نهار عرسي. ياك منى هادشي كامل هزاها في قلبك وفاش كتشوفيها كتصيفين اللي نتوما العيالات. اه خويا راه هادشي راه بزاف عليا، راه ما بقيتش قادره نصبر، لي الصبر حدود اخويا. واه واخا تقطع عليا الماء والضو. لا 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 انا امي مسكينه قطعت غير الماء، اما امك اللي مشات قطعت الضو، والضو مهم. شوفي حالتنا دابا كي دايره. ياك اخويا وهز في قلبك من جهه امي وخليني واكل واحد الحقود واحد الحسود. من احنا كنتغوتوا؟ بعد ملي بتهضرش معايا. ورا شكون اللي قطعوا كاع على فكرنا؟ قطعوا الوالدين وكيقول لك بالوالدين احسانا. منير ما تنساش عليك تعصبني يا منير. منير